كيف هو كان؟ كان علي هادي كتير جدا بطفولته، عاقل صميم واعي، كان يعمل جو كتير بالبيت حلو، حتى انه ما كان يحب يترك البيت نهائيا. غادي اخذ التاسع الصبح، احدى المرات صارت حادثي بالضيفه، شاف مقطع فيديو كتخافتين من البنات المدرسة وفي بقطع بحمص، تمام. اجا عم بيشوفني هيك، قال لي ماما ليكي هدول كيف اعداء الله عم بيعملوا. قلت له ايه ماما هذا هيك قدرنا. قال لي لا، قدرنا نحن نروح شو ناخد تار هدول. ورغم هالشيء هو ما كان طالب اسا ما مطلب على احتياط، راح اتطوع بالقوات الخاصة، هو ضمن دورة اجت المواسرة عبرزي، قام حط هو بايده اسمه واسم رفيقه فاطر. قال له رفيقه يعني ليش حطيت اسمنا؟ قالوا نحن جايين نروح نقاتل مو جايين نقاتل. راح عبرزي، رغم هالشيء انه ما كان يقلي لي تحديدا انا ببرزي، دق لي على التليفون قال له لك علي الصوت مثلا سيارة شغلات، يقول لي ايه امي انتي بالشام، ما يقل لي، ما كان يعطيني خبر انه هو جاي عبرزي. صار يقول له لأبوه أنا برزي، ليش إجيت يعني؟ قالوا إجيت لحالي، بابا برزي متطوفة، إحنا جايين نقاتل فيه. رغم هالشيء بعد كذا يوم بدق لي يقول لي ماما أنا برزي، صار يقول له لأبوه كمان بابا مطلوب أنا بالاسم. رغم هالشيء ما قل له أنا أترك، ماما طالما أنك متطوفة عم بيطلبوا اسمك بالاسم تريك. قال لي ما رح أترك ماما، أنا جيت بإرادتي وجاي تكفي هالمشوار. أنا والد شهيد علي شوع، افتخر بشهادته لأن الوطن بده شهداء كثير، ولو ما أنه قد حاله بطل ما استشهد. الحمد لله، الحمد لله الذي نال الشهادة بشرف وإخلاص. كان علي شو بدي أحكي لك عنه، ما بعرف، آدمي خلوق. بعد ما أخذ الصف التاسع قال بابا أنا بدي أروح أتطوع. قلت له بابا ساتك صغير وما طلبت على الجيش. قال لي بابا الوطن بده عالم مثلنا. راح أتطوع بالجيش العربي السوري ونال الشهادة بالجيش العربي السوري. آخر اتصال كان بيني وبينه يوم الثلاثاء، دائما هو يفيقني الساعة 6 للربع، يعلمني رجع انا اعلمه يدق لي، قال لي ماما كيفي كيف اخواتي، سمعني صوته. يوم الثلاثاء بعد الظهر دق لي قال لي ماما بدي بابا، اعطيته ابو، سمعت كلمه الله يكسر دمها، بس انا بينه وبين ابوه ابر شو صاير. شو قلت لجارتي؟ قلت لكي ابوه عم بينقته. اخذت التليفون ما قلت له ايه ماما شبه، قال لي مش كيف اخواتي معك عم بيعذبوك يا عم كذا عم. قلت له لا. قال لي ماشي بدك شيء امي، بس بطلب منك ادعي لي. قلت له والله عم بدعي لك كل دقيقه وكل ثانيه. قال لي وشعبون ديري بالك عليها كثير. قلت له بعيوني بحط لك اياها. هذا اخر اتصال بيني وبينه. نزل ابوه عبد خاله، كان طالب من ابوه تنزل عبد خاله، دق عبد خاله وحكى مع خاله ومرت خاله، خانته وجوز خانته، كانتهم ملامح الموت قدامه. ضابط الحاله الاربعي ما دق لي عليه، الاربعي كان استشهاد الساعه 11 بالليل. بدق له صهره الساعة 4 لحسن، بس قلبي عم بيشعل بنار حاسي في شيء. بدق له صهره بيقول له أبو علي تعال عندي. قال له شو في؟ قال له أختك تعباني. قلت طالما أنه تعباني أنا قمت على موبايلي، معين بموبايلي إنه على الشمد يقل لي. صرت أبعث له رسائل، علي ماما شبك بدق لي حياتي عندك لا تقفل موبايلها. هني سمعانين بخبر استشهاده وملتمعين كلن بهذاك البيت. إجا خيي وإختي الساعة 6 وربع بالضبط، دقوا الباب يعني فوت المكان، نار ما تشعل بقلبي. ما قل له شوفي، قال لي أخوك يعني حادث، بالله ما تقبلت ولا الخبر، لأنه إحساسي كان أقوى من هيك. أخذت الأمور إنه خيي، بس عين طافي البيت، أنا ببلشي عم ببعث رسائل لمين؟ لابني، ورغم متلقاي إنه خيي عمل حادث. بالآخر حلفت وقلت له بحياة محمد شوفي. قال لي أبي تصدقيني؟ قلت له أنا قلت لك الله علي أنت. قال لي علي متصور طلقة، ما قالوا لي مستشهد. ها فاتت جارته بتقول مبروك شهر، هاي الساعة 8:30 ومع أنه مفتوح القبر ومجازي كل الأمور، آخر وحدة تلقيت القبر أنا.
شهادتني قلش ما قال لنا انه مستشهد انا اضطري بتعلم. انا مرحلة الكلمة التاسعة اجت ردت على اختك شوف حط هالكتاب مرتك قال لي خالو لو قري قلو قرا بدك تسافر مستقبل كذا قال لي والله هدفي اني اروح اتطوع ما كان هدفه بي الحياة غير اني اتطوع بالجيش والحمد لله وراح اتطوع بالجيش يوم خبر استشهاد انا قاعد بالبيت الساعة 11 بالليل قاعد يجي سهرة لأبو دق علي الباب تفضل قال لي فيلم فيلم وشو قال البيت رح لعنا على البيت وشو اللي شفت يعني في البيت قال لي ابن اختك استشهد فرحنا لعنا على البيت طبعا كل هدول المدينة اللي بقى كل الناس يجيب بيت كل حي بقدر رحت عندك ولا حالي بقلب عليها انا بخبر بطريقتك لما انام من 11 بالليل 5 الصباح وهي كيف بدنا نفوت لعندها وكيف بدنا نخبرها وكيف بدنا نجي لعندها وكيف بدنا نروح لما جيت حكيت مع اختي الكبيره وجيت لعند اختي الكبيره فتنا لعندها على البيت دقينا الساعه 6 الصبح فتحت لافي وكذا خير قلت لها اخوك الكبير عمل حادث قلت له قلت له والله هيك قال شو صار له؟ قلت له عم يقولوا انقطعت الجو ما صدق صار يفوت ولاد عمامه واخواتها الكل تفاجئت بكل العالم فاتن كله ردت لعندي وقالت لي صار تحلفني هل حاله شيء؟ قلت له ايوه قلت له شو قلت له متصاب يعني وبعدين ما في حل خبروا الجيران كل نفس طلعت لكلمي مبروك شهاد عرفتك هوني ساعتها ما بعرف شو صار لهي تتحلحل كل ما تشتدي من تكبر تصغر وتعدي اعتم غيمه اعتم غيمه تنور الجو بقلب العتمه يفج الضو اشتدي اشتدي تحزم يوم يجد الجد مو للعشرة تعد وتحسب للواحد لا تقبل عد اسكت خلي رصاص تراوي الصمت يترجم أبلغ رد أو تبدر بالحرية أو بالغصب اجتاز الحد الدنيا واحدة من ثنتين الدنيا ظالم أو مظلوم الدنيا غالب أو مغلوب الدنيا آكل أو مأكول الحق اللي ما يحميه سلاح مركب ماشي بلا ملاح تايه بين هبوب الريح غربة ومجهول وتشليح اتحيرنا وكبرت حيرتنا يا أما أسكت عظيم وأفتح للأعداء أبوابي وأعترف بجهل القانون وجهل الأعراف الدولية وجهل حسابي ونسامحهم على اللي راح وعلي تخطط إنه يروح وأركع أتبرع بثيابي يا أما نفهمهم إن ما نركع إلا لله وما أتنازل عن حقي وعن شمم ترابي ساعتها شكري موصوف ذيب استشرس على خروف مرسوم بكل الساحات ومنشور بكل الصفحات ومنذاع بكل النشرات ونسيوا حقي ونسيوا مصابي إحنا ما نضد إنسان ولا لون ولا جنس وملة احنا النادي بسلم الكون ولا نأذي ولا حتى نملة ولا نبغي غزوة الكروم احنا بس نريد السلة اتعودنا عشق الحرية وحريتنا ضاعت منك شلون يساوي حريتنا ضاعت منك شلون يساوي وجرحي بصدري يريد مداوي شلون يساوي ما ظل حيلة غير رصاصي يزغرد على جرحي ويداوي حبر ودم المعركة بدها حبر ودم اشتدي اشتدي من تشتدي تفك الأزمة آخر مرة شفته فيها اجل عنا البيت كان حكى معي بابا طلب لي إجازة طلبت له إجازة اجى ثلاثة أيام بثلاثة أيام ما شفته ساعة بثلاثة أيام ما شفته ساعة كان بتوفاي بنت عمه قلت له بابا ماشي بدنا نطلع على الوفاء قال لي بابا أنا رايح على الجيش بدي أرجع قطعتها قلت له بابا سمعك إجازة قال لي بابا أنا رجعان قطعتها
وراح لهنيك حكى معي مرة قال لي بابا ضعيني بالشهادة. قلت له بابا الوطن بده شهداء مثلك ورفاق مثلك. طلع برزي حكى معي من برزي صار يقول لي بابا ضعيني بالشهادة. بابا أنا مطلوب بالاسم. قلت له بابا دير بالك على حالك. قال لي بابا ما تخاف علي. لا يوم استشهد بطل لي صهري قال لي تعال عندي على البيت اختك برضاني ما بتنزل الا معك على المشفى. رحت لعنده البستير الساعة 4 الصبح ورحت لعنده شفت شباب ولاد الضيعة وشباب الضيعة وقرايبين مجتمعين كلياتهم مع بعضهم. دخل واحد قال لي بعرفك زلمة وبعرفك شهم راح قال لك شغلة. قلت له قل له. قال لي علي استشهد بسلامة راسك. هون بعدها ما عرفت عن حالي شيء. شو تصرفت ما بعرف. كنت واقف قعدت لا شعوري. والحمد لله اجانا سليم في طلقة وحدة. والحمد لله سوريا بدها شهداء كثير. أنا أخ الشهيد علي حسين شبار افتخر بشهادته وكان وسام لنا كأخ وكصديق وكرفيق لنا. كي كان مرضى يتقبل أي شغلة شفت هلق في أولاد مثلا أنت جايبتي له لعبة هاي ما عجبته هو يتقبل بروحه الرياضي شو ما كانت كان يتقبلها. مثلا علي لا هالشغلة لا خلص كلمة لا عنده لا. اطلع مشوار أنا وإخواته ماما مشى يقلي ماما خد إخواتي بخليني أنا بالبيت. بيتوتي كان كتير إجي شو مسوى مرتب البيت على 24 قيد ما أحلى دارس دروسه. تاني يوم مثلا بدي أخذك مشوار علي قلي ماما روحي أنت هو هيا روح على السوق مثلا جيب له إنه تاكل هالبلوزي ما حلوة لا بلا يتقبلها إنه رفقاته الشباب ما يلبسوا كمان رفقاته مثلا أبوات ناطرين حلمي هو لا لا ما عنده كان مميز كلمة إيه بأخذها. قال لي كان تربيته بالنسبة لأخواته كتير مميز عنده ربي عاقل ما قل لك. وكانت أول فرحة في عمري إني تلقيت خبر كلمة ماما بتطلبهم وأكبر جرح جرحني هو. اسمي علي سعيد قصيلي طالب هندسة ميكاترونيك سنة ثالثة. أنا صديق الشهيد علي الشوار كان من أعز أصدقائي بمرحلة ما من الزمن ما كان يفارقنا أبدا كانت صحبته معي أكثر من الكل وكان محب للكل كان أكثر شيء عنده دافع حب للوطن ودائما يقول إنه بده يدافع عن هالوطن حتى قبل ما تبلش الأزمة بسوريا كان حبه للجيش بشكل مو طبيعي وكان بيتميز عن الكل باندفاعه وتسرعه ببعض الأمور كان عنده تسرع بأمور معينة ودائما يقول لي علي بدي روح على الجيش. أنا طالب كان ميولي للدراسة هو كان ميوله للجيش. طبعاً بالنهاية كلنا عم نحارب لهالوطن. إذا هو عم يحارب باروته الله يرحمه حاربنا نحن بعلمنا وأكيد رح نبني الوطن ونرفعه عالي. قبل استشهاده بعشرة أيام التقيت فيه بمكان حسيته عم يودعني فيه. حسيت إنه آخر مرة بشوفه فيه. سألته كيف الوضع عندك كان هو ببرزي. سألته كيف الوضع عندك فقال لي دائما في مشاكل وماسكين أرواحنا على كفنا. فقلت له كيف إنه مين عم يهزم مين عم ينتصر على مين. قال لي عم نقتل منين الحمد لله. قال لي وبصق بأهلي وصاني وقت بأهلي وبأهله وحسيت إنه آخر مرة بشوفه فيه صراحة. والله اللي بيواسيني رفقاته خاله بحس وقت بعين بخاله هو علي بالذات كلامه حديثه استقبل الموضوع. ليكي علي بالنوع كان مثلا حتى لو غلط وغلاطه كانت قليلة جدا بعد شوي هيك يتندم يحاول يصلح الغلط. حسه بكابي مثلا قل له علي انت غلطان قل لي ايه غلطان. حسه يومك كلياته كئيب جدا بده يصلح الغلط بشتى الوسائل كان شغلاته كانت مميزة يعني نادر شوفها رفقاته بشوفهم هلق من القهير حس انه ماشي معي
بحس البيت صوته وصورته وحكيه قدامي هوني بكل حكي ما مشي. عدت كتير شغلات هلق أنا ليك بتخطر بالي يعملها. بحس صوته قدامي. إيه ماما بحاول أضرب أخو بحس إنه واحد عم يتسق لي إيدي. لا ماما تركي خي هذا. كتير مشاريع بقدم مثلا تعملها بحسه هو اللي يشجعني. والله صوته هو اللي يشجعني. أمي اعملي ما رح تندمي. أمي يسوي هيك هذا بدي يصير صح. بحسه انه هو اللي ما يرشدني على اي طريقه اي خبر اي شغله. ورغم هالشي ليكي حطيت له صوره عند المدرسه وقبلتها لمدرسته. انا ويوم من الايام وقت جيت الوظيفه قلت له لسياده المحافظ قلت له انا بدي الحسين. قال لا اله الا الله ما دام ليش. قلت له انا مشاهد وريحة ابوس كل حبه تراب مشي ابني فيها عليها. مدرسه الحسين قريب ابني فيها وانا ريحة اكون لهذيك المدرسه قربت شم ريحه ابني فيها. قال لي رح وافق لك ورغم انت وظيفتك كان بالتربيه. قبلت الموضوع واجيت على الحسين. انا بمرق الصبح يطفوا انا الصوره بصبحه ماما انا رايحه على المدرسه بطلع من هالبيت ماما ليك انا رايحه دير بالك هالبيت. بيجي اول فتحتي من البيت مرحبا ماما حبي اجى حبي حكى. بحس اني بضل بحكي انه تنسى شوي ورغم هالشيء ما بنسى منه شيء. هلا فوت مثلا هاك اليوم نايمين اخواته وحبيت اطلع بس هيك تغير جو. قلت له علي دير بالك شعبان انه بيتكشف كثير. حياتي هني حسيت هون وصلت قلت له لك شعبان بيتكشف كثير. صارت الدمعة بالعين رجعت شكل شعبان هو نفسه. يا الله قلت معقول يعني عم بيجي يغطيه. هيك بتهيأ انه هو ما يجي يغطينا ما يجي حكينا. بوقفت هالشباك من هلا قبل يطلع لي. اقسم بالله 20 مرة تركت الباب فتح. بقول هلا علي بدي يفوت هلا علي كذا هلا علي. أحيانا بحط الأكل بحط صحنين مبينزين هالصحن ياكلي. بقول هاي صحن عني وهي صحن عني. بحب انه هو يكون أول شيء مشرف على الطبخة. الحمد لله ليك يا عاش معي يعني 18 سنة و8 شهور و26 يوم بالعدد وباليوم. حسيت ان هدول شو بدي اقول لك عفيني نسكر في شيء انه ترك شيء عندي حلو. ربيته بهدوء عاقل كريم يحب الفرح يحب الضيف يحب اللي يحبه وانا كمان. بس ان هاي جارتي انا بحبها كان يحبها هو. يمشي مع رفقاته وهم وامه يمشي مع حبيبته وهم وامه يروح عند حدا يقول والله امي. حتى هناك كثير شغلات مثلا دق له ثواني ايه ماما كيف يخلق قدامي ثواني ها ايه ماما. كان مرض كثير يعني قد ما حكيت لا سبب ما بكون معطيه ربع اللي كان عايش معي لربحك وبطير الهالة. انا خالي الشهيد علي الشوبه علي ما كان نسبي انه قبل اخر قلت بتلوقتي بلادي اسمع كلمتي مطلب منه شيء وليه لبي لي أنيق يحب الخير يحب رفقاته. إذا طلبت منه طلب مي ما بظن عمره رفض لي طلب برد عمره خالد كان خالد عم زوره والله بقول لك قدرته وقلبي رقعت عند قبره. واقسم بالله اول نزلت فيه ببوس من عند جرياته يعني ما بركد ببوس راسه لا اول شيء ببلش البوس من عند جرياته وانا مريحه لعند راسه. اي والله بزوره لا بتخلى عنه وعمري بحياتي. ايه جابوا لي جسمانه كامل والحمد لله شفته يعني. هاي البدله بتحلى كان ميدان ببرزه هو كان منه عن ضايفي قد ما تصوري. حس انه عريق قال بدي ياخذها يغسلها. قناع على هاي ولبس البدل الثاني وبلش يحاري. هون يوم استشهاد ما غسله بجيب لي اياها رفيق وقال ليكي امي هذا كان بده يغسلها خيي. بعدها انا حلفت يا من عمرها بتنغسل مناقض الحياه علقت وياها. هاي بدلته هو الاساسي. اخر اتصال اجى على البيت ودعنا هو كان جاي اجازه ودعنا وسافر. بعدها ما اجى استشهد في دار الله. أنا عند أبو ثلاث أولاد صبي وبنتين. أنا بوعدك يا ربي لأبني على طريق نهج على الشوب. اختار الطريق الجيش العربي السوري إنه الشهادة أو النصر. والله بصن بعد عمر الله الفرح يجي على قلبي. بفرح ليكي إنه مثلا طلت رفقاته علي إيه
بحس انه عن جد اني ساتن بيودوا له لعلي، كن لحد انه عن جد ما يودوا له. فوتن على البيت تواسيني شوي فيه. نمتن عندي ايه كمان. مثلا اتصالي انت بكيرن فيه بمناسبة اعياد انه بيعيدوني، انه عن جد علي الرجل بيعيدوني. انا بتفاجئ عم بفتح الواتساب كل رفقاته منزلين له صورة وعم بترحمون له عرس السنة. هيك عين بالصور كلها منزلين صور لابني، قلت عن جد ودي له هلا. اجاني خبر استشهاد وكنت قاعد بالبيت عم بدرس. كنت طالب بكالوريا وقتها. وانا مثل ما قلت لك هلا انا سنة ثالثة. يعني هالحكي من 4 سنين تقريبا، 3 سنين. اجا مثل صدمة علي، ما صدقت اول شيء، ضليت عايش بوهم. وهم كبير بحكم العشرة اللي كانت بيناتنا. طبعا اكيد هو صديق غالي بس بالنهاية الوطن اغلى. وكلنا فداء للوطن. بس واحد بيزعل على العشرة اللي كانت وعلى الصداقة وعلى الأخوة. هو أنا طبعا وحيد، أنا وحيد. كان هو أخ لإلي وصديق لإلي، وصعب فرقة الأخ. وضليت فترة من الزمن ما نمصدق هالشيء. وقت اللي حملت بنعشه ما فيني أوصف للشعور اللي كان. يعني وصلنا لزمان حرمونا فيه الإرهابي نحضر جنازات أصدقائنا وإخواتنا قبل ما نحضر أفراحهم. ما بدأ غير الله يرحمه، بيضل ذكرى بقلبي وبكياني وبشعوري طول ما أنا عايش. وبقول له ما رح ننسى، ما رح ننسى، ما رح ننسى. فيني كل شيء فيني بقول له إياه إنه فرقته صعب كتير. تعرف فرق عندي كبير علي، اشتياقي لإله ما يزيد. طب شو بدي أقول لك؟ مثل الأمة بس يهديها والله يصبر قلب كل أم شهيد ويحكي هالبلد. إن شاء الله بيشفى الجرحى ويتحرر كل المخطوفين. كل شخص منا بهالدنيا في شيء عنده، في شيء غالي بس في شيء أغلى. الروح غالية، ما في أغلى من الروح. الله أعطانا الروح وهي غالية علينا. بس روح بدون وطن ما نروح، والإنسان بلا وطن ما نو إنسان. كل إنسان على وجه هذا الأرض له وطن بينتمي له، ما في أغلى من الوطن. وكلياتنا عم نمشي على درب الشهادة مشان نكفي مسيرة الشهيد علي الشواف وجميع شهداء الوطن. والله يرحم شهداء الوطن جميعا ويدم عز الوطن ويدم قائد البلد سيادة الدكتور بشار حافظ الأسعد. العلم السوري هو شرفنا وراسنا وتاج راسنا. نحن عم ندافع عن رايتنا وعن علمنا يلي من لما كنا صغار نحن ومنحيي العلم ولحد الآن وللعمر. هذا العلم اللي لف جميع شهداء الوطن اللي فن فيه محاط فيه. طبعا كلياتنا عم ندافع عن علم الوطن. العلم هو الرمز، هو الحرية، هو النصر، هو الكرامة. هذا الجيش العربي السوري حامل أرض ودرع وسوري من الصخر.